هاي، رح نحكي اليوم عن تغيير لون وحجم وشكل النص وكيفية عمل سبتايتلز بطريقة الآلة الكاتبة والكاريوكي. خلوني رحب فيكم بقناتي كاتبة أكاديمي، وإذا حبيتوا الفيديو دعموني سبسكرايب لايك وشير. يلا نبلش. مرحبا عن جديد. اليوم رح نتعلم تغيير حجم وشكل ولون وكل شيء بيتعلق بالتترات من حيث الشكل من خلال النقر. رايت كليك، في عندي هون بولد، بيتحول هون ما ببين طبعا، بيتحول هذا التيتر لبولد سميك. طبعا بولد هون مبين معنا بالتاج، تمام. ما لازم نلعب بالتاج ابدا، لانه اذا اي عملنا فراغ مثلا هيك ما بيعود بولد. اوكي، هلا رايت كليك، ايتاليك، كمان تاج الايتاليك بيصير مايل، رايت كليك، اندرلاين، كمان اندرلاين بيطلع خط تحت السبتايتل. اوكي، كولر، اذا حبيت غير كولر السبتايتل، وهذا الشيء طبعا كتير ممنوع بتسليم الشغل للشركات، ولكن اذا حبينا نترجم فيديو خاص فينا، حبينا نغير الوان التترات، فمن هون مثلا انا حابه اغير لل بلو. اوكي، طلع عندي تاج الكالر كله هون ما بيظهر، بس عند لصق الترجمه بالفيديو كله بيتغير. هلا صار عندي كتير تاجات. هلا انا الفونت نيم بدي اغير شكل الفونت للتيتر هاد بالذات، المفروض هاد. اوكي، تمام. واذا بدي اغير كل التيترات كلهم لون واحد، نعمل كنترول اي، كمان رايت كليك ومنغير. اوكي، هلا بالنسبه لهذا التيتر بدي اتراجع عن التاجات اللي عملتها، كمان بعمل رايت كليك، ريموف فورماتنج. مثلا انا بدي ريموف بولد، ما بدي اياه بولد، غيرت رايي. طيب رايت كليك، انا بدي ريموف اندرلاين، انا ما بدي اياه اندرلاين. ظهر على البرنامج والله، تمام، برافو. بالعاده ما بيظهر عندي، انا ما بدي ولا فورمات، ريموف اول فورماتينج، راحوا كل التاجات. اوكي، هلا كمان بدي احكي لكم عن رايت كليك، تايب رايتر افكت. تايب رايتر افكت هي اللي بتظهر كانه مثل الآلة الكاتبة. بريفيو، شوفوا كيف. اذا عملنا اوكي لا تنقذوا، شو راح يصير؟ بيصير كل حرف حرفين ثلاثة أربعة بتيتر، بيعدلي تمام خمسة ستة هيك لحتى يخلصوا الأحرف كلها، بيعمل ياها تيترات. فنحن إذا بدنا نشوفها هاي، فينا نعملها على شكل يعني بس تيتر واحد، مو كل الملف هيك بيصير عدد هائل من التيترات. شوفوا هون، شوفوا هون بالويف فورم كيف صار انقطعوا عندي لأجزاء كتير صغيرة. شوفوا شو رح يصير بالكتابة. On insère le cadre en fonte. Cet ajustement est crucial. Okay. هي بالنسبة ل effect الآلة الكاتبة. طبعا Ctrl Z بنتراجع عن الشغل. هلا right click karaoke effect preview. ألوان، نختار اللون اللي بدنا اياه. مثلا أنا بدي يلو. اوكي، بريفيو. اوكي، خلونا نشوف. اوكي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا لليوم. مرسي كتير، باي باي.
لأي سؤال حابين تطرحوه اكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوب على جميع الأسئلة. لا تنسوا دعم لقناتي، سبسكرايب، لايك وتفعيل زر الجرس. باي باي.